من اي هدف سياسي. صحيح. احنا نقابيين مندافع عن مصالح البلد، مندافع عن الدستور، مندافع عن القانون، وما بنسمح انه يتم تصفية اخر معاقل الحقوق والحريات في البلد. هدف القانون الاساسي، نسفوا المجلس التشريعي، قتلوا مبدأ الفصل بين السلطات، دمروا السلطة القضائية، الان الاجهاز على مهنة المحاماة. لن يمر ذلك طول ما احنا فينا نفس، لانه باختصار شديد هذا اخر المعاقل. اليوم نقابة المحامين تستطيع ان تقف وتقول لا، واجرى قرار اتخذه هذا المجلس النقابي الحالي بانه عمل اعتصام مفتوح بالابواب الرسمية دفاعا عن حق المواطن في قضاء عادل. انا بوجه رسالة كمان من هون للزملاء السابقين والحاليين قضاة فلسطين، نقابة المحامين بيت كل حقوقي، وانا لي تجربة خاصة في هذا الموضوع. انا عندما غادرت السلطة القضائية استقبلت بكل محبة وبكل اخوة وبترحاب كبير من زملائي المحامين، واليوم انا بينهم وبعرف ان النقابة سوف تحتضن كل قاضي يعود الى هذه المهنة. لذلك دافعوا عن مهنتكم اللي هي بالاساس مهنة المحاماة، دافعوا عن نقابتكم ولا تسمحوا لأحد أن يجبركم أن تكونوا أداة بيد فلان أو علان وأنتم أسمى من ذلك. أنتم قضاة الحق، قضاة الشعب الفلسطيني الجبار، أنه تسمحوا أنه يتم النيل من كرامة مهنتكم ونقابتكم اللي هي نقابة المحامين. هاي رسالة أنا كمان بوجهها لجميع القضاة، وأنا أثق بقضاة فلسطين بالمناسبة، وأعرف أن الحجم الضغوط التي يتعرضون لها هي كبيرة، لكن نقابتهم نقابة المحامين هي خط أحمر، هي بيت المهنة الكبير.